فنانتنا الجميلة هلا صدقي، كل سنة وحضرتك طيبة ورمضان كريم. الله هو أكرم، كل سنة وكل العرب والمصريين بألف خير. منورانا أولا في السحور روتانا. حابين نعرف أصداء الجمهور على المسلسل الجميل بركة في رمضان السنة دي. بصي، هو عادة أنا بيجيلي يعني إيه، أنا كل ما يترد عليا أو أعمل مسلسل أقعد أقول لا ده مش حلو، ده مش كويس، الناس مش هتستقبله حلو كده، يعني معرفش ليه بيجيلي الإحساس ده، وبعدين يتصادف انه ينجح اقول الله ده نجح والله ياهو. فالحقيقه انا دايما عندي عاده كده، انا اول 3 ايام 4 ايام بقفل الموبايل لاني مش عايزه اسمع، يعني مش عايزه اسمع حاجه. فالحمد لله مثلا زي حاره اليهود والنوس، عفاريت عدلي علام، واخيرا بركه، ردود الفعل اكتر من عظيمه الحمد لله. انت اللي علمت الدنيا من علاميلك، حتى الغريب قبل القريب غرقته بجميلك. احساسك ايه بعدم وجود الفنان الكبير العظيم يحيى الفخراني بعد ما عملتي معاه المسلسل الرائع والنوس؟ مفتقدة يحيى الفخراني، مفتقدة صلاح السعدني، مفتقدة عادل امام، مفتقدة نجوم كتير انا تعودت عليهم في رمضان. يعني هي مسألة تعود، الشباب مهم يبقى موجود، لكن عندي نجوم عظام وحشني وحشني. ازيك يا شراء؟ انت مين وعايز ايه؟ انا صاحب ابوك والنوز. مش طايق يبص في وشي، مش طايق يكلمني. انت معمول لك عمل. أكيد حضرتك على دراية بالممثلين الشباب الجداد اللي في الوقت الحالي بقوا بيشيلوا بطولات مسلسلات، هل ده أفادهم ولا ضرهم؟ لا ضرهم، لأن إحنا كلنا ما طلعناش مرة واحدة كده، صح، وحرام إن يبقى في موهبة جيدة تحمليها بطولة مسلسل أو تحملوا بطولة مسلسل، خطر، لأنه هو نفسياً مش هيتقبل ينزل بعد كده، فهو اتحط في حتة لا هيقدر يكمل ولا هيقدر ينزل، فبتموتيه يعني سيستم كده لئيم شوية. بيقول لك عندك السكر ده، طب ممكن ندوق؟ عارفينش هم انك سكر من زمان. هو في مين غيرك محل دنيتنا يعني؟ وإيه رأيك في أداء الجميلة حنا مطاوع في رمضان السنة دي في لمسة أكتاف؟ أنا ما شفتش، لكن أنا شفت السنة اللي فاتت واللي قبلها، وقبلها كانت معايا في ونوس. بالظبط. لا حنان دي معدية. حنان معدية، ريهام عبد الغفور معدية. في كذا حد كويس، بس ريهام وحنان الطب. اتجوزت بسببك، واتطلقت بسببك، والواد زعل وعجزه من الطلاق اللي بسببك، ولما يخف تعملي فينا كده؟ أنا سبب كل المصايب يا نرمي. تحبي تعيدي على جمهورك وتقولي لهم إيه في العيد؟ أقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين، كل سنة وإنتوا بألف خير، كل سنة وروتانا مجمعينا على الحب والخير.